الرئيس السيسي يتابع أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. أوروبا تؤكد أن مصالحها الاقتصادية والأمنية مهددة حال عدم استقرار العراق، وتطالب بعدم التدخل الأجنبي في شؤونه. مع اكتمال الشهر العاشر للعمليات، موسكو تؤكد تدمير المئات من أنظمة الصواريخ وآلاف من المقاتلات الأوكرانية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال. كما وجه الرئيس السيسي بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للقادة والزعماء أن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل السلام والازدهار لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم. وفي السياق ذاته أوفد الرئيس السيسي أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. تبدأ اليوم الكنائس التابعة للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي. هذا واستعدت الكنائس للعيد لتظهر في أبهى صورها، حيث تزينت قبل انطلاق الاحتفالات بأشجار كريسمس وسط حالة من التنظيم الكبير. وفي كنيسة المهد بمدينة بيت لحم انطلقت الاحتفالات بعيد الميلاد بوصول موكب الميلاد من بطريرقية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية. واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد، وصار المئات من أفراد فرق الكشافة بأزياء مختلفة وآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد. ويواصل عدد من الكنائس في دول العالم الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، وتحرص مختلف الكنائس المحتفلة بالعيد حول العالم وفقا للتقويم الغربي على تجميل وتزيين الكنائس لاستقبال المحتفلين على اختلاف أعمارهم.
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان المسؤولية المجتمعية للشركات، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني. وناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من المحاور، أبرزها دور المسؤولية المجتمعية للشركات وأشكال تلك المسؤولية وأهم المبادرات التي تحقق بها مبادئ المسؤولية المجتمعية. هذا وتضمنت ورشة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص عددا من التوصيات، من بينها إنشاء قواعد بيانات لخدمات مؤسسات المجتمع المدني ومشروعات الحكومة ودراسة تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 772 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 619 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 22 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 567 طنا في مجال حجب أرز الشعيري والأبيض وعدم توريد أرز الشعيري والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فضلا عن ضبط قرابة 20 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تمكنت الوزارة من ضبط 10 أطنان من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من الأسعار الرسمية لمواد البناء، إلى جانب ضبط 795 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 235 قضية خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 9 قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت قرابة 49 طنا. أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن العراق يمكنه المساهمة بشكل فعال في الاستقرار الإقليمي بالمنطقة العربية. وأكد بوريل أن استقرار العراق ليس مهما للعراقيين فقط بل للعالم بأسره، مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه. وأوضح أن للاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في تحقيق هذا الهدف، لأن عدم استقرار العراق سيؤثر على أوروبا من حيث تدفقات الهجرة وتهديد مصالحه الاقتصادية والأمنية. كما أضاف بوريل أنه يجب على العراق حماية نفسه من التدخل الأجنبي وأن يصبح جسرا إقليميا يساهم في تقليل التوترات، مشددا على دعم جهود بغداد لتطوير سياسة خارجية متوازنة. اعتمدت قيادة العمليات المشتركة العراقية استراتيجية جديدة لمحاصرة فلول تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي خروقات أمنية. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن الخطة الأمنية الجديدة ترتكز على الجهد الاستخباري والأمني والتنسيق مع القوات الجوية من أجل منع أي تحرك لتلك العناصر الإرهابية. وأكد اللواء الخفاجي على أهمية دور الاستخبارات في كل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية ضد بقايا التنظيم الإرهابي. تشهد سلطنة عمان غدا انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وفي لقاء مع شيوخ ورشداء وأعيان المحافظات أكد سلطان عمان هيثم بن طارق على أهمية تفعيل أدوار المحافظات واستثمار مواردها الخاصة والاستفادة من مقوماتها. هذا ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات العمانية 731,737 ناخبا وناخبة لاختيار 126 عضوا للمجالس البلدية من بين 727 مرشحا.
وعودة إلى الخبر الأبرز، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل عمر مروان وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية. واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجها بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال. كما وجه الرئيس السيسي بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمها واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار، والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصة ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملا مشتركا خلال العقود الماضية، فضلا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة. كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، ما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به. مع إتمام الأزمة الأوكرانية شهرها العاشر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 399 نظام صواريخ أرض جو أوكراني منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأوضحت الدفاع الروسي أنها دمرت الآلاف من المقاتلات الأوكرانية والطائرات المسيرة والمدرعات، مشيرا إلى أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية ضربات جوية في منطقة دونتسك أسفرت عن مقتل 40 جنديا أوكرانيا. وقالت الدفاع الروسية أن قوتها قصفت عدة أهداف بالصواريخ والقذائف، من بينها مركز قيادة عسكري ومستودع أسلحة وصواريخ ومدفعية، و53 وحدة مدفعية ووحدة عسكرية ومعدات عسكرية أخرى في 92 منطقة خلال 24 ساعة، كما أكد قصف وحدات تابعة للجيش الأوكراني خلال الساعات الماضية في منطقة خاركييف أسفرت عن مقتل 50 جنديا وتدمير عدد من المركبات. مع إتمام الأزمة الأوكرانية شهرها العاشر، إسراء إطلاق روسيا للعملية العسكرية الخاصة، تشهد معطيات الأزمة تطورات مستمرة على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية. وفي أعقاب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أشار فيها إلى أن قدرات أوكرانيا الدفاعية قريبة من الصفر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا حققت تقدما كبيرا نحو نزع سلاح أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده ليس لديها علم بشأن استعداد أوكرانيا لطرح خطة سلام، وذلك ردا على ما تناولته التقارير الصحفية في هذا الصدد. وأضاف أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يتجاهل حتى الآن حقائق الوضع، في إشارة منه إلى إعلان موسكو ضم 4 مناطق من أوكرانيا إلى السيادة الروسية. أضرار كبيرة أصابت القدرات الدفاعية لأوكرانيا
بسبب الضربات الصاروخية الروسية، الأمر الذي دفع الدول الغربية إلى مواصلة إمداد أوكرانيا بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك فضلاً عن تعهد الولايات المتحدة بدعم الجيش الأوكراني بنظام دفاعي جوي أمريكي من طراز باتريوت، وهو النظام الذي وصفه بوتين بالقديم، مؤكداً أن روسيا ستتكيف معه. وبينما تؤكد روسيا بشكل متزايد انفتاحها على المحادثات، أشارت موسكو إلى استبعادها أن يكون الرئيس الأوكراني مهتماً بالتوصل إلى تسوية سلمية، مشددة على أن عملية إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن تسهم إلا في إطالة أمد الصراع. وتأكيداً على هذا الموقف، قال رئيس دائرة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية ألكسندر داتشيف إن المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لا يمكن أن تتم في ظل استمرار الدعم العسكري الغربي وتواجد مدربين عسكريين من حلف شمال الأطلنطي في أوكرانيا. قتل 7 أشخاص وأصيب 58 آخرون في قصف روسي على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. من جانبه أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قصف خيرسون واعتبره عملا إرهابيا روسيا هدفه تخويف الأوكرانيين. في الأثناء دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا شركاء وحلفاء كييف من دول الغرب إلى تقديم دعم نشط ودائم للجيش الأوكراني بعد الهجوم الروسي على مدينة خرسون. وقال كوليبا إن الضربة الروسية جاءت أثناء احتفال كل العائلات في أوروبا وأمريكا الشمالية والعالم بموسم العطلات السنوية، مشددا على أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم النشط والدائم للانتصار. قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالازين إن تكثيف التعاون بين مولدوفا وحلف الناتو يقوض أمن البلاد. وطلب المسؤول الروسي بعدم تكرار تجربة كييف في هذا الشأن التي وصفها بالمحزنة، مؤكدا أن دعم دول الناتو لأوكرانيا بالأسلحة يهدد الأمن ويؤدي إلى كارثة. من جانبه قال وزير الخارجية والتكامل الأوروبي لمولدوفا نيكو بيسكو إن بلاده في وضع أمني صعب للغاية، لذا فهي بحاجة إلى تعزيز إمكاناتها الدفاعية. قال رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيماويات الروسية إيغور كيلوف إن وزارة الدفاع الروسية لديها وثيقة تشمل جميع أسماء المسؤولين الأمريكيين الرئيسيين المشرفين على البرنامج البيولوجي العسكري الأوكراني. وأضاف أن من بين الأسماء الأمريكية المدير السابق لوكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات والرئيس السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية والعديد من المسؤولين الآخرين. في سياق آخر، أشار المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد آلية موحدة للتحقيق في تفشي الأمراض المعدية. هذه الآلية أكثر ولاء لواشنطن ويمكن التحكم فيها على حد قوله، وذلك بعد أن أبدت الولايات المتحدة عدم الرضا عن استنتاجات منظمة الصحة العالمية حول أسباب تفشي فيروس كورونا. قال رئيس الوزراء الأوكراني دانس شميال أن بلاده تلقت بالفعل أكثر من 200 شحنة من معدات الطاقة. وأضاف شميال أن الاتحاد الأوروبي وعد بإمداد أوكرانيا ب 900 مولد كهربائي، مشيرا إلى قيام الشركات والأفراد هذا العام بتسليم أوكرانيا 500,000 مولد كهربائي، إلى جانب توفير الشركاء وحدات مولدات كبيرة لتشغيل المؤسسات الصحية ومحطات ضخ المياه. أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروغبا في العام القادم عند المستوى الحالي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالازين أن شركة ترانس نفط الروسية أعلنت مؤخرا أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروغبا سيبقى في العام القادم عند المستوى الحالي. We'll be right back.
أعلنت ثلاث شركات تأمين يابانية أنها ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، ما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال. وجاء قرار شركات التأمين بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. وقد تتأثر واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخلين للغاز والنفط الروسي المملوك جزئيا لشركة جاز بروم وشركات يابانية، والذي يعد مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم ب 9% من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. إلى إسبانيا، حيث لجأ العديد من الأشخاص هناك إلى بنوك الطعام للحصول على وجبات دافئة. وشهدت طوابير الجوع كما يطلق عليها في مدريد، شهدت زيادة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع قفزات معدلات التضخم. تنفق العديد من العائلات ما يقرب من نصف دخلها المتاح على الضروريات اليومية والطعام. بلغ معدل التضخم في إسبانيا 6.8% على أساس سنوي في نوفمبر، انخفاضا من 7.3% في الفترة حتى أكتوبر، على الرغم من أن معدلات التضخم قد تراجعت عن ذروتها البالغة 10.8% مسجلة في يوليو، فإن هذا لم ينعكس أثره على الشارع بعد. وارتفع مؤشر انفاق المستهلكين الأمريكيين بشكل طفيف في شهر نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 1.1%. يأتي ذلك كمؤشر على تباطؤ التضخم بالولايات المتحدة في ظل متابعة بنك الاحتياطي الفيدرالي مستجدات الوضع الاقتصادي لاتخاذ قرارات بشأن سياساته النقدية. وضع اقتصادي أقرب للتخبط منه للنجاة، عكسه مؤشر انفاق المستهلكين الامريكيين الذي شهد ارتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر على اساس سنوي بنسبه 1.1%. الارتفاع بمؤشرات النفقات الاستهلاكيه يتزامن مع تباطؤ للتضخم، لكن ليس بالقدر الكافي لينحي الفيدرالي الامريكي مسعاه لرفع معدلات الفائده لمستويات اعلى العام المقبل. وزاره التجاره الامريكيه قالت ان انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي قد زاد بنسبة 1.1% بعد زيادة بنسبة 9% في أكتوبر الماضي، وتوقع اقتصاديون أن يزيد إنفاق المستهلكين الفترة المقبلة. كما زاد الطلب على السلع المعمرة الأساسية في نوفمبر بنسبة 2%، وارتفع مؤشر الدخل الشخصي على أساس شهري في نوفمبر الماضي بنسبة 4%. الولايات المتحدة شهدت بعض تخفيف في الإنفاق الشهر الماضي نتيجة تحول في الطلب من السلع إلى الخدمات، وفي 12 شهرا وحتى نوفمبر الماضي زاد ذلك المؤشر بنسبة 5.5%. الفيدرالي الأمريكي من جانبه يتابع مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك من أجل اتخاذ قرارات السياسات النقدية، فيما تظهر قياسات أخرى للتضخم علامات على التباطؤ أيضا. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضري للأحياء والمدن، حيث وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلا عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف
تحريف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهن أو التخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور والتنسيق الحضاري للمحافظات. كما وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحياتها مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، خاصة الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء. أخبار السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها. تجدد المواجهات بين الشرطة الفرنسية والأكراد على خلفية هجوم باريس، والجاني يعترف بدوافعه العنصرية لارتكاب الجريمة. ذكرت مصادر فرنسية أن المشتبه به في قتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين في حادث بالقرب من مركز ثقافي في باريس اعترف بأنه ارتكب الحادث بدوافع عنصرية، وأضافت المصادر أن المشتبه به تم إيقافه وبحوزته حقيبة تحتوي على أسلحة. هذا وتتواصل التحقيقات في ارتكابه جرائم قتل وأعمال عنف بأسلحة مخطط لها. تجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين المحتجين على مقتل أكراد في باريس، وتضمنت المواجهات إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين فضلا عن دفعها بمزيد من التعزيزات الأمنية إلى وسط العاصمة باريس. من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمينان إن الحكومة طلبت من الشرطة تعزيز حماية مواقع الجالية الكردية في البلاد في أعقاب الهجوم على مقهى كردي في العاصمة الفرنسية. أعربت الصين عن استيائها القوي ومعارضتها التامة لقانون الدفاع الأمريكي ما يشمله من بنود قالت بكين إنها تضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان. يأتي هذا بعدما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون ميزانية الدفاع لعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار تتضمن توفير 10 مليارات دولار كمساعدات أمنية لتايوان. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون ميزانية الدفاع لعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار، وإلى جانب توفير مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، تشمل ميزانية الدفاع الأمريكية السماح بمساعدات أمنية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى مبيعات سريعة للأسلحة إلى تايوان. كما شملت تعديلا يقيد مشتريات الحكومة الأمريكية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية. الصين وفي تعليق لوزارة خارجيتها أعربت عن استيائها القوي ومعارضتها التامة لقانون الدفاع الأمريكي، وأضافت أنه يشمل بنودا تحدث ضررا خطيرا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وذلك في ظل تأكيد صيني على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتحذير من أي مساس أجنبي بهذه الثوابت. كما أشارت بكين إلى أن قانون الدفاع الأمريكي يتجاهل الحقائق لتضخيم مستوى التهديد الصيني بما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، قال إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن كبح التقدم الصيني ومراعاة شواغل الصين المشروعة وعدم تحدي الخطوط الحمراء للصين باستمرار. بينما قال بلينكين إن بلاده مستعدة للنقاش مع الصين بشأن المبادئ التوجيهية للعلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تواصل التمسك بمبدأ الصين الواحدة وأنها لا تدعم استقلال تايوان. وزارة الدفاع التايوانية بدورها أعربت عن شكرها قائلة إن التشريع الأمريكي يظهر الأهمية التي توليها واشنطن للعلاقات مع تايبيه وتعزيز أمن الجزيرة بحسب الدفاع التايوانية، التي أكدت أنها ستناقش تفاصيل القانون وكيفية صياغة الميزانية والصرف الفعلي لمختلف البنود مع الولايات المتحدة. قالت صحيفة التلغراف إن بريطانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير المالية جيرمي هانت زيادة الميزانية خلال 3 أشهر. وصرح هانت الشهر الماضي بأن الحكومة أدركت الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وأنها ستحافظ على الميزانية على الأقل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع التزامها بحلف الناتو عبر المحيط الأطلنطي. ويقدر الخبراء العسكريون أن ترتفع ميزانية وزارة الدفاع في 2024-25 إلى 50 مليار جنيه من 48.6 مليار جنيه لتجنب خفض القيمة الحقيقية مع استمرار التضخم فوق 10%. اتفق وزراء خارجية اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى على إعلاء مبدأ احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها وتسوية النزاعات بشكل سلمي. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اجتمع في العاصمة طوكيو بنظرائه من أوزبكستان وكازاخستان وقرغستان وطاجيكستان وتركمانستان لعقد حوار آسيا الوسطى زائد اليابان. وقال وزير الخارجية الياباني إن المجتمع الدولي يقف في مفترق طرق في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين اليابان ووسط آسيا في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية لم تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها. واعتبرت الدفاع الأمريكية أن تجارب كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع لاستقرار المنطقة. كان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أمس أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي. استنكرت الأمم المتحدة طرد بوركينا فاسو لمسؤولة بارزة بالمنظمة الدولية وطالبتها بمغادرة البلاد. وقالت الأمم المتحدة إن بوركينا فاسو ليس لديها أي أساس لإصدار أمر للمنسقة الأممية باربرا مانزي بمغادرة البلاد، مشيرة إلى أن تبرير ذلك بأنها شخص غير مرغوب فيه لا ينطبق عليها. كانت الحكومة في بوركينا فاسو قد أصدرت بيانا أمرت فيه مانزي منسقة مقيمة للأمم المتحدة التي جرى تعيينها العام الماضي بمغادرة البلاد فورا بعد رسم صورة سلبية عن الوضع الأمني الذي تواجهه البلاد منذ عام 2015. أعلنت السلطات الماليزية إنهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن جثث وسط إنقاذ موقع تخييم دمره انهيار أرضي في 16 من ديسمبر وأودى بحياة 31 شخصا. وتقول الشرطة إن 92 شخصا من بينهم عشرات الأطفال كان معظمهم نائمين في الموقع عندما سقطت أطنان من الطين والأتربة على تلة قرب ضواحي العاصمة كوالالمبور، وجميع الضحايا من الملازيين ومن بينهم 11 طفلا، وقد تم إنقاذ 71 شخصا.
تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 15 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2260 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 848,846 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,631 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت قرابة 6,851 طن، كما تم ضبط 17 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 56 طن، وضبط 12 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 120.5 طن، وكذلك ضبط 6,668 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 245 طن دقيق بلدي، كما تم ضبط 49 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 168.5 طن سلع غذائية متنوعة وأسمدة زراعية وأقماح، وأكثر من 120 طن دقيق أبيض، وضبط قضيتين حجب أعلاف بمضبوطات بلغت قرابة 20.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 13 قضية بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات قاربت 570.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 5 قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت قرابة 30.5 طن أعلاف حيوانية، وتم ضبط 4,156 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 264 طن وأكثر من 160 طن دقيق أبيض، كما تم ضبط 85 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات قاربت 68 طن وحوالي 75.5 طن سلع مدعومة متنوعة، كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 71 طن أسمنت، كما تم ضبط 343 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 3,644 طن، كما تم ضبط 281 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 83,450 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 635,814 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 320,858 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,012 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 211 سائقا منهم، كما تم المرور على 179 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 781 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات،
كما تم فحص 686 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 295 سيارة و48 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 4583 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 623 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 913 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2160 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2579 مخالفة ملصقات و11 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2010 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84,653 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 69,845,443 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 292 قضية، من بينها 110 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و182 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 90 قضية بقيمة مالية بلغت 204,278,166 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2996 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,606,000,000 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,090,357 جنيها. شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء شهدت فحص وعلاج 1392 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في قرية محلة سير بمركز قطور بمحافظة الغربية. كما شملت القافلة ندوة توعوية لشرح مخاطر الزيادة السكانية بحضور الرائدات الريفيات من المجلس القومي للمرأة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة. هذا وتضم القوافل نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، يتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية قمصة غرب التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، كما تم خلال القافلة الطبية صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
موجودين النهاردة في اليوم الثاني على التوالي. معروف أن جمصة البلد دي من القرى اللي بتشهد دايما إقبال كبير في القوافل لأنها فيها تعداد سكاني كبير، والمرضى اللي حضروا قبل كده القافلة على مدار الأعوام السابقة عارفين قد إيه الخدمات الطبية اللي بتتقدم في القافلة، بتبقى خدمات مختلفة ومميزة. القافلة الطبية فيها حوالي 12 عيادة تخصصية، فيها كمان معمل متكامل، فيها صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القافلة. موجود معايا النهاردة في الصيدلية حوالي 150 صنف دوائي بيغطوا التخصصات اللي عندي. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بعت لنا قافلة طبية فيها كل شيء، وناس محترمة على أعلى مستوى، دكاترة على أعلى مستوى، وكل حاجة متوفرة ما شاء الله، والعلاج كمان مجانا. احنا سعداء بتشريف القافلة الطبية لبلدنا. الحقيقة القافلة الطبية شاملة جميع التخصصات، بتخدم أهلينا جمصة شرق وجمصة غرب، تخدم كل الناس، وإحنا كلنا واقفين بنساعد أهلينا، بنساعد الناس إنها تستفاد من القافلة بأكبر قدر ممكن. ونتحول الآن لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. الوقفة الاقتصادية لهذه النشرة تأتينا بها ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكم محمد وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة التنازل عن مواني نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرية. وفي هذا الإطار أوضح المركز الإعلامي أن المواني المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من مواني النقل النهرية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، تم طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز ببعض المدن الجديدة. هذا ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ومن المقرر قريباً الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز. حققت البورصة المصرية مستويات قياسية خلال عام 2022، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 181.3 مليار جنيه منذ بداية العام. وكشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 21.2% ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25.3% خلال العام، فيما تم توزيع أرباح نقدية بلغت 35.8 مليار جنيه. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام رداً على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسية. وارتفع خام برنت بنسبة 3.6% إلى 83.92 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 2.7% إلى 79.56 دولاراً للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 3.86% لتصل إلى 3.21 دولار للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتسجل 5.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
فازت الحكومة الإيطالية بسهولة في تصويت على ثقة في مجلس النواب دعت إليه للإسراع بالموافقة على موازنتها الموسعة لعام 2023. ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني العجز في العام المقبل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي من أصل 3.4%. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على الميزانية في قراءة ثانية الأسبوع المقبل. وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض أخضر بقيمة 70 مليون يورو مع إحدى الشركات من أجل تسريع انتقال الطاقة في البرتغال، وذلك عبر تطوير محطات طاقة متجددة جديدة بطاقة إجمالية تبلغ نحو 188 ميجاوات وباستثمارات تتجاوز 150 مليون يورو. وذكر البنك أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم أوروبا في تحقيق أهدافها المناخية، مشيرا إلى أنها تعد مثالا متميزا للتعاون الاستراتيجي بين البنك والشركات العالمية الرائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى أداوم محمد. شكرا لك مرنا. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم الذي ولد في 24 من ديسمبر عام 1924 بمحافظة بني سويف. كان عبد المنعم إبراهيم أحد الفنانين البارزين في عدد من الأفلام الكوميدية والتراجيدية حتى رحل عن عالمنا في عام 1987. انتهت نشرتنا، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتابع أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. أوروبا تؤكد أن مصالحها الاقتصادية والأمنية مهددة حال عدم استقرار العراق وتطالب بعدم التدخل الأجنبي في شؤونه. مع اكتمال الشهر العاشر للعمليات، موسكو تؤكد تدمير المئات من أنظمة الصواريخ والآلاف من المقاتلات الأوكرانية. وصلنا لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله. شكرا.